يا اهلا بيكم، سلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هيلا من قناه هيلا حياتي. النهارده هنعمله مع بعض كده صوص الشوكولاته اللامع اللي هو بيتحط على التورت، بيتزوق بيه التورت. إيه قبل بقى نبتدي الفيديو ان شاء الله، كده كل اللي معايا اول مره يشوفني ما ينساش بقى يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اي جديد، ويخليكم معايا بقى عشان نشوف عملناه ازاي بالطريقه السهله البسيطه الموفره. خليكم معايا نبدأ نقول بقى المكونات. بسم الله كده الرحمن الرحيم. معايا هنا عسل جلوكوز، هاخد منه معلقة كبيرة، هنا كوباية الا ربع لبن، وهنا حوالي 4 معالق كريم شانتي، هنا 200 جرام شوكولاتة خام، هنا معلقة ونص زبدة. كده المكونات بتاعتي. هبتدي بقى ايه، اخد الاول اللبن مع الكريم شانتيه مع عسل الكلوكوز كده، وفضيهم مع بعض. هنعمل ايه؟ نعمله مع بعض ان شاء الله. شوكولاته صوص المروال اللي هو بتاع التورته. اول حاجه اخد بقى كريم شانتيه اهو، ومعايا اللبن. واخد بقى معلقة عسل جلوكوز، ايه معلقة العسل، معلقة كبيرة، بس كده. احطهم بقى على النار كلهم وادوبهم على النار الاول، نشوف بقى نكملوا بقية الطريقة ازاي. كده انا حطاهم على النار اهو، وابتدي بقى ايه، هروح ادوب بقى عسل الكلوكوز كده. لحد بس ما يبتدي يغلي، وبعدين احط بقى ايه، نشوف هنحطه ايه تاني بعد كده. بصوا كده هو دابهم كلهم مع بعض اهو، شايفين؟ هسيبه بس شويه، مش هسيبه لحد ما يغلي، هسيبه بس لما يبتدي خلاص هيغلي، واضيف عليه بقى بقيه الحاجه اللي معايا. يعني بصوا ابتدى هو يعمل ايه، كفايه قوي كده انا هطفي عليه. احط بقى الشوكولاته وادوبها بقى، واحط كمان الزبدة، اهو كده هبتدي بقى ادوب هما الاثنين. بص انا كده دوبتها خالص اهي، شايفين بقت عامله ازاي؟ هسيبها بقى تبرد خالص، احطها بقى في تلاجة، وبعد كده استعملها زي ما انا عايزه. طبعا بصوا اهو كده خلاص بقى، طبعا هنسيبه يبرد زي ما قلنا، نحطه في التلاجة لحد ما يبرد ونبتدي نستعمله. طريقته سهله وبسيطه، ما تعبتناش في حاجه طبعا. طبعا يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، واكون كده عملت معاكم حاجه فدتكم بيها. وكل بقى اللي عجبه الفيديو ما ينسناش بقى في اللايك والشير، ويدوس على زر الجرس عشان يفعله عشان يوصله اي جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.